السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم طريقة سهلة ومضمونة باش تحصلوا على فريت بحال ديال المطاعم تماما، وبأي نوع من البطاطس. ماشي بالضرورة تستعملوا نوع معين، كتجي مقرمشة وخاوية من الداخل ورطبة في نفس الوقت. خليكم مع الفيديو. وكذلك غنشارك معكم طريقتي في تحضير الدجاج كنتاكي بواحد الطريقة عبقرية، كيجي هشيش ورطب ولذيذ بزاف. انا متاكده غادي يعجبكم. غادي نبداو بالدجاج. هو الاول غادي نحتاجو دجاجه، عندي هنا دجاجه كامله اللي كتكون مقطعه اطراف مغسوله مزيان، محيدي لها دوك الشحوم. الصدر حتى هو مقطع بشكل طولي وكيكون رقيق، كنغسلوه مزيان كيف كنعرفو بالملحه والحامض. وغادي نشرملوه بواحد معلقه صغيره ديال سكنجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوب، ربع معلقه صغيره ديال الثومه، دامتي ديال الثومه وحده، فص واحد ديال الثوم، وربع معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، وواحد جوج معلقات كبار ديال القزبر ومعدنوس مفرومين. غادي نضيفوا العطريه اللي ذكرت لكم مع على الدجاج، وغادي نزيدوا الملحه، وغادي نحكوا عليه هذيك دامتي مع الفص ديال الثوم، غادي نحكوهم على الدجاج ديالنا. صوبوه بهذه الطريقه وردوا عليا الخبر. انا هذه هي الطريقه المعتمده عندي، واللي ذاقوا عندي كيعجبوا وكياكلوا. صراحه طريقه ما تشبعوش منها، كتجي بنينه بزاف وكيجي طيب، كنضمنوا انه يجي طيب وفي نفس الوقت كيجي منسم ولذيذ. بعد ما حكيت هذيك طامتي ديال الثومه وحكيت هذيك فص ديال الثوم، كنضيف الربيع وكنخلط هذا الدجاج مع هذه العطريه غير بيدي بحال هكذا حتى كيتشرب هذيك العطريه مزيان. والسر الثاني هو خص الدجاج ديالكم تغسلوه مزيان حتى تحيد منه ديك ريحه الزفوره. عصروا عليه حامضه ملي تغسلوه مزيان، حيدوا منه الشحوم، عصروا عليه حامضه مع شويه سكنجبير وخليه يترقد. اولا ما كانش عندكم الحامض، خويو عليه العص هذاك الخل ديال الحامض حتى هو كيحيد له الريحه. بعد ما كنشرمل الدجاج ديالي كيف كتشوفوا بالعطريه اللي عطيتكم متواجده عند جميع الناس وفي جميع المدن، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. وكنديروه في الكسكاس ديالنا، كنستفو الدجاج في الكسكاس وكنديروا الماء كيغلى في الطنجره مع واحد طرف الحامض، وكنحطوا الدجاج ديالنا كنغطيو عليه من الفوق وكنخليوه كيتبخر واحد 30 دقيقه اولا على حسب النوعيه ديال الدجاج كاين اللي كياخذ الوقت. المهم ملي كدوز 30 دقيقه كنجيب واحد الموس وكندخلو في الدجاج ديالي. الا خرج ليا حسيت بيه دخل الغياف في الصدر او في الفخذ، نعرف ان الدجاج ديالي طاب. شفتوا معايا بعد ما طاب الدجاج ديالي وتبخر مزيان كنطفي عليه وكنعري عليه وكنخليه يبرد. دابا غادي ندوزو المرحله المواليه اللي غادي نحتاجو فيها ثلاثه الحبات ديال البيض. انا في الاول درت جوج، درت معاهم واحد القبيصه ديال الملحه. وغادي نحتاجو دقيق الفورص، وغادي نحتاجو هاد الخبز هذا اللي كيكون محمص كيتباع جاهز لاشابلو، تقدروا تصوبوه في الدار. وعندي الفورص حتى وزت عليه شويه الملحه. كناخذو الدجاج ديالنا بعد ما كيكون برد، حيت كنخليو حتى كيبرد باش كنقدروا نستحكموا فيه، كندوزو في الدقيق البيض. بالنسبه للدقيق كنضيفو له حتى هو واحد شويه الملحه، كندوزو شويه في الدقيق وكنسوسو الدجاج ديالنا بهذا الشكل. من بعد كنحطوه في البيض، كنقوموا بهذه العمليه الدجاج كامل. من بعد كنحيدوه من البيض، كنفندوه مزيان في البيض، عاد كنهزوه وكنحطوه في هذاك الخبز محمص وكنفندوه فيه مزيان مزيان حتى كيتغطى بالكامل. الا حسيتوا ان الطبقه رقيقه ممكن تعاودوا تدوزوه في البيض وتعاودوا تدوزوه في هذا الخبز هذا، باش كتجيكم هذيك الطبقه مقرمشه كتجي سميكه. فكيف كتشوفوا معايا غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه. كناخذ الدجاج ديالي كندوزو في الدقيق، من بعد كندوزو في البيض وكندوزو في لاشابلو وكنحطوه. بالنسبه لي انا جوج ديال البيضات راه يكفيكم، الا بغيتو تعاودوا المره الثانيه كيخصكم ثلاثه البيضات. دابا غادي ندوزو البطاطا. بالنسبه لي انا استعملت غير هذه البطاطا البيضاء اللي كتكون عاديه فيها الضرب، غنديها نغسلها مزيان، من بعد كنقشرها كنحيد لها القشره الخارجيه، وكنكون موجده واحد البانيو واحد اخر دايره فيه الماء اللي قشرتها كنحطها في هذاك البانيو. انا هذه الطريقه ديال البطاطا كنديرها ماشي بالنسبه لي انا كتصدق لي في جميع انواع البطاطا سواء الحمراء او البيضاء. من بعد كناخذ البطاطا ديالي وكنقطعها على شكل فريت سواء بالقطعه او لا بالموس. كناخذ البطاطا ديالي كنديرها في واحد البانيو كبير وكنغسلها مزيان حتى كيحيد من هذاك النشا والماء ديالها كيولي بيض وصافي كيف كتشوفوا معايا، كنحيدوا لها داك النشا اللي ما كيبقاش فيها. من بعد كنجيبوا طنجره كنديروا فيها البطاطا ديالنا مع الماء،
الماء اللي كيكون نقي وصافي بطبيعه الحال مابقاش فيه داك النشا. هذه الخطوه الثانيه باش تنجح لكم هذه البطاطا. كنزيدوا عليها واحد 3 المعلقات كبار ديال الخل، اي خل كان عندكم سواء الخل الابيض او الخل ديال الحامض. انا درت غير الخل ديال الحامض هو اللي كان عندي. غادي نحطوه فوق البوطه وغادي نخليوها حتى كتغلى. ملي كتبدا تغلى تقرب تغلى كتبدا دير هذه الكشكوشه هذه، واحد شويه كتطلع فيها الغليه على هذا الشكل. ملي كتبدا تغلى وتعاود صافي كنطفيو البوطه، ما كنخليوهاش تبقى طيب بزاف، غير كتغلى وتعاود وكنطفيو البوطه وكنصفيوها مباشره فواحد الشبكه وكنحيدو من هذاك الماء. فكنتمنى انكم تبعوا نفس الطريقه اللي غادي تنجح معاكم. من بعد ملي كنصفيو البطاطا ديالنا كنردوها للطنجره وكنزيدوا ليها السر الثاني، هو كنزيدوا ليها واحد 2 معلقات ديال الفورس ديال الدقيق الابيض. العسل الكميه اللي درتو، انا درت واحد الكميه اللي هي كثيره شويه، درت تقريبا واحد 3 المعلقات. الا درتو غير كميه قليله كديروا غير معلقه ديال الفورس وكتخلطوا هذيك البطاطا في الفورس مزيان بهذا الشكل، ومباشره كدوزوا المقله كديروا فيها الزيت كيسخن. والدجاج ديالي ها هو اللي فنتو في هذاك الخبز والبيض بعد ما ساليتو، حتى هو واجد كنوجدوا كلشي عاد كنبداو في عمليه القلي. دابا كنديروا الزيت كسخن في المقله، ملي كتكون سخونه كنديروا نار متوسطه وكنحطوا البطاطا ديالنا. ملي كنكثروش بزاف كنحطوا واحد الكميه قليله ومره مره كنحركوا فيها، ما كنخليوهاش مده طويله فوق المقله باش ما تلواش لينا وتيبس. كنبقاو نحركوا فيها فراه دغيا كتبدا طيب وكتبدا كنحسوا بها ديك مقرمشه كيف كتسمعوا معايا، كتكون مقرمشه وشاده راسها ماشي لاويه والمذاق تيجي لذيذ بزاف. كنتفاها من الزيت كنحيدها بعد ما كطيب وكنرش عليها شويه ديال الملحه وهي سخونه. ودائما الفريز كيبغي يتقلى ويتقدم مباشره، ما خصوش يبقى يتسنى باش ما يلواش. شفتوا معايا النتيجه كيفاش كنحصلوا عليها؟ كنحصلوا على واحد البطاطس اللي كتكون مقرمشه من على برا ورطبه من الداخل وخاويه في نفس الوقت، وكتنفخ لينا البطاطا وهي كطيب كنحسوا بها كتنفخ وهي في المقله. وخاصكم البوطه ما تنقصوش عليها النار بزاف، خاص النار تكون متوسطه وتبقاو مراقبين البطاطا ديالكم باش ما تحرقش. شفتوا معايا النتيجه النهائيه اللي كنحصلوا عليها؟ رائعه جدا وناجحه، وهذه هي الطريقه اللي دائما نعتمدها ما كنبدلهاش، لان صراحه ما كتحشمناش وكتعطينا نتيجه مزيانه. فكنبقى مستمره بنفس الطريقه، كنقلي البطاطا ديالي كامله كنقليها كل هذيك البطاطا اللي وجدت معاكم. ملي كنسالي كنصفي الزيت اللي بقى عندي وكنقلي فيه الدجاج اللي وجدنا، دجاج كنتاكي اللي فندناه في البيض وفي الخبز محمص، كنحطوه في زيت سخونه حتى هو الزيت تكون سخونه والنار كتكون متوسطه. الا كانت ناقصه بزاف غادي يبدا يشرب لكم الزيت، خاص النار تكون متوسطه والزيت سخونه. فكنبقاو واقفين حداه، ما كنعمروش المقله كنديروا فيها غير القياس، وكنبقاو واقفين حداه كنقلبوا فيه مره مره حتى كياخذ اللون اللي كيكون ذهبي خفيف. ماشي كنخليوه مده طويله لان الدجاج ديالنا طايب، ما غاديش نخافوا ان الدجاج يبقى خضر. فغير كيتحمر لينا الدجاج من على برا صافي كنحيدوه من المقله وكنحطوه في طبق ديال التقديم، لان الدجاج اصلا طايب فحنا بغينا غير يعطينا داك القرمشه من على برا وتجينا فيه ديك اللون وديك التحميره كنحيدوه. كنصفيوه حتى هو من الزيت في شي شبكه وكنقدموه وكنستمر بنفس الطريقه. والزيت خاصها تكون شويه غزيره، ما ديروش الزيت قليله باش الدجاج ديالكم ما يشربش هذيك الزيت، وفي نفس الوقت غير كيجي محمر ما كيشربش الزيت نهائيا. الا تبعتوا هذه الطريقه ودرتوا الزيت كميه يعني لا باس بها، ما تقللوش الزيت باش ما يشربش لكم هذاك الزيت ويجي شارب زيوته كيجي خايب. فهنايا الشكل النهائي ديال الدجاج اللي وجدت معكم، وهنايا الفريت حتى هو. ما تنساوش اللي عجبكم هذا الفيديو خليوا لايك وبارطاجيو مع الاصدقاء. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.